بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل معكم في برنامج من أحكام القرآن الكريم. وقد وقفنا عند قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، هذا بيان لما سبق في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فقد أحال الله سبحانه على هذه الآية، وهي قول حرمت عليكم الميتة، فهذا استثناء من ما سبق، وهو أن الميتة من بهيمة الأنعام لا تحل. والمراد بالميتة ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، فإنه يعتبر ميتة، سواء مات حتف أنفه أو مات بأي سبب من الأسباب غير الذكاة الشرعية، فإنه حرام أكله. ويستثنى من ذلك ميتة السمك وميتة الجراد، فإنهما حلال، لقوله تعالى: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: إنه الطهور ماؤه الحل ميتته. حرمت عليكم الميتة، قد عرفناها، والدم، والمراد به الدم المسفوح، كما في الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالمراد بالدم هنا الدم المسفوح، وهو الذي يشخب من أوداج الذبيحة عند ذبحها، فهذا نجس وحرام تناوله. والدم المسفوح، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والخنزير حيوان خسيس يتغذى بالنجاسات، وفي لحمه أضرار عظيمة، إذا أكله الإنسان فإنه يتضرر بذلك مع نجاسته وخبثه، فلذلك حرمه الله. قوله: ولحم الخنزير، أي جميع أجزاء الخنزير، شحمه ولحمه وأعصابه وكل أجزائه، فإنه حرام. وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله، كاسم المسيح أو الزهرة، فذبح على اسم الأصنام والأوثان، أو ذبح للجن والشياطين لدفع شرهم، سواء ذكر عليه اسم الله أو لم يذكره، لأن ما أهل به لغير الله يشمل ما ذكر عليه اسم غير الله أو ذبح لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله. فالعبرة بالنية، النية بالقلب.
فما ذبح لغير الله قصدا ولو ذكر عليه اسم الله فإنه لا يحل. وكذلك ما ذبح لله لكنه ذكر عليه اسم غير الله فإنه أيضا لا يحل. وما أهل به وما أهل لغير الله به. والإهلال هو رفع الصوت، كان من عادتهم أنهم يرفعون أصواتهم بذكر المذبوح له عند ذبح الذبيحة، فهذا معنى أهل به لغير الله، ما أهل لغير الله به. ثم قال جل وعلا والمنخنقة، أي وتحرم عليكم المنخنقة، وهي التي حبس وهي التي ماتت بسبب حبس نفسها بالخنق، إما بحبل وإما بأن يجعل رأسها في مضيق، سواء فعل بها ذلك أحد أو هي أدخلت رأسها في حبل أو في مضيق فانخنق نفسها وماتت بسبب ذلك، فإنها لا تحل. والموقوذة وهي التي ماتت بسبب الضرب بمثقل، يعني ضربت بحجر أو بخشبة أو دهست بسيارة أو سقط عليها جدار فماتت بسبب الضربة، فهذه هي الموقوذة وهي حرام. والمتردية ماتت بسبب سقوطها من مرتفع، إما من جبل وإما من جدار وإما أنها سقطت في بئر أو في حفرة أو في شيء منخفض فماتت بسبب السقطة، فإنها لا تحل. والنطيحة وهي ما ماتت بسبب النطح مع شاة أخرى، لأن من عادة الأغنام أنها تتناطح، فإذا تناطحت ومات شيء منها بسبب النطح فإنه حرام لأنه لم يذكى. وما أكل السبع، أي افترسه السبع، وهو كل ذي ناب، وهو كل ذي ناب من الحيوان أو مخلب من الطير، فما ذبحه السبع بنابه أو بمخلبه ولم يدرك وهو حي فإنه حرام، وما أكل السبع. ثم قال سبحانه إلا ما ذكيتم من هذه الأشياء، وهي المنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع، من كل ما أصابته إصابة لكنه لم يمت وأدرك وهو حي ثم ذكي فإنه يحل. ما أدرك وفيه حياة بعد الإصابة من هذه الأسباب أو غيرها ثم ذكي فإنه يحل. قوله إلا ما ذكيتم، هذا خطاب للمؤمنين، مفاده أن ما ذبحه الكفار فإنه ليس بحلال إلا أهل الكتاب، فإنه سيأتي أن ذبائحهم حلال للمسلمين. إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب، أي وحرم عليكم ما ذبح على النصب. والنصب ما ينصب للعبادة من الأحجار، أو ينصب لأجل أن يذبحوا عليه أو يلطخوه بالدماء من باب العبادة والتقرب، فهذا أيضا حرام. وهذا من فعل الجاهلية، أنهم كانوا ينصبون حجارة يعظمونها ثم يذبحون عندها أو يذبحون لها ويلطخونها بالدماء تقربا إليها، فهذا حرام أيضا على المسلمين،
هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.